في مقدمة بسيطة عن الفرق بين اللوكال والجلوبال والستاتيك والسكوب فاريابلز، هناخد اوتبوت يفهمنا معنى كل واحد فيهم. عندنا مين و 3 فانكشنز فان 1 و 2 و 3، وهنعمل لهم كولينج، كل واحدة نعملها كول مرتين في المين فانكشن، ونشوف ازاي كل فاريابل بيتأثر بالكول وبيأثر على المين ازاي. في عندنا فاريابل مش موجود لا في المين ولا في الفانكشنز، بره خالص في البداية، فده جلوبال. اللي ما عندوش اكس يقدر يوصل للاكس دي، الفاريابل اسمه اكس. لو عندنا جوه مثلا زي كده اكس، ده لوكال موجود في المين، فيتعامل معاه ويغطي على الجلوبال. لكن لو ما فيش مثلا زي الفانكشن 3 وبيطبع الاكس او بيتعامل معاها او بيزودها بينقصها، يعني بيغيرها او بيستخدمها، يستخدم القيمة اللي فيها، فساعتها هيشوف الجلوبال. تعالوا نمشي كده مع الاوتبوت. عندنا الاكس الجلوبال 10، وانا ده جلوبال. وبعدين لما دخلت المين رحت معرف واحدة تانية اكس غيرها باربعة، فده لوكال في المين فانكشن. لو مثلا حاجة زي كده ده لوكال في الفان 2، بعدين طبعت الاكس فهيطبع اربعة. فتحت قوس وقفلته، كل اللي جوه هنا اسمه سكوب، يعني الحاجة اللي هتتعرف هنا هتكون متعرفة through this scope only، او المخرج بره السكوب خلاص. والسكوب يغطي على اللوكال والجلوبال. سكوب اقرب شيء للكود، يعني وانت بتشتغل اي كود هيتنفذ هتنفذ على السكوب مش على اللوكال ولا على الجلوبال. لو خلصنا السكوب نرجع لللوكال، لو مفيش لوكال نروح للجلوبال. ففي اكس بسبعة اللي هي سكوب فاريبل، وطبعنا الاكس اللي هي سبعة، وبعدين ضربنا السبعة في سبعة فصارت 49، وطلعنا بره القوس فالسكوب خلاص مات، ما عدناش نشوفه تاني. سي اوت اكس، خلاص السكوب راح، ارجع اشوف الخلفية اللي وراه على طول اللي هو اللوكال قبل ما اشوف الجلوبال. ناديت على الفانكشن 1 هنا، في عندنا فاريبل مكتوب عليه ستاتيك، هنشوف معنى الستاتيك بعد شوية، قيمته 30، فهطبع ال 30 وبعدين انقصه فصارت 29، مش هتطبع 29 دلوقتي. بعدين ديت على الفان 2، الفان 2 فيها لوكال ب 23، هطبعها وبعدين ازيد فصارت 24. ديت على الفان 3، ما عندوش هنا اكس يتعامل مع الجلوبال، ما عندوش لوكال يتعامل مع الجلوبال، فيزيد الاكس اللي فوق خالص فبقت 11، الاول يزيدها وبعدين يطبعها. خلصت فان 3، ارجع تاني في كول تاني للفان 1، جيت الاكس احنا سيبنا ستاتيك يفضل على تفضل على اخر قيمه وصلنا لها اللي هي 29، فيطبع 29 وبعدين يغيرها ينقصها صارت 28. لاحظ ان الاستاتيك يحتفظ باخر قيمه، مهما بقى تروح وترجع وتروح مليون فانكشن ترجع تلاقي على القيمه اللي انت سبته عليها. نيت على الفان 2، جاها فيها هنا في اكس 23، مفيش ستاتيك خلاص ما احتفظش بحاجه، يرجع تاني 23 ويطبعها الاول وبعدين يصير 24. وبعدين ادينا على الفان 3، ما عندناش لوكال يتعامل مع الجلوبال، احنا سايبينها ب 11، يبقى الجلوبال عامله زي الاستاتيك كده، اي حد يغير تتغير، فصارت 12 الاول اللي زادها وبعدين طبعها. وبعدين جينا للمين، طبعنا الاكس، احنا لسه جوه المين، يبقى اشوف اللوكال اللي هي 4.